الباجي قايد السبسي رئيس حركة نداء تونس وموقفه من المشهد السياسي التونسي. كيف يقيم الباجي قايد السبسي سنة 2013 وكيف يرى تونس سنة 2014؟ أي مصير لجبهة الإنقاذ وما هي التحالفات الممكنة في الانتخابات القادمة؟ ما هي تحديات الحكومة الجديدة؟ موعدكم غدوة الخميس مع أول حوار تلفزي للباجي قايد السبسي في سنة 2014 التسعة متاع الليل على قناة تونسنا.